بسم الله الرحمن الرحيم. البارحة أو الأحد مساء نزلت لكم فيديو شارح لأوامر الـ SQL في الداتابيز. طبعا كان المفروض أنها تكون سيلف ستادي وأن أنتم تراجعوا لحالكم، لكن ارتقيت لا، أنه عشان أطلع من خطيتكم هنسجلهم فيديو وطبقت تطبيق عملي. إذا لاحظتوا أو شاهدتوا الفيديو كان كيف نعمل كرييت للداتابيز عن طريق الإكزام سيرفر، عن طريق الـ PHP SQL My PHP. أوكي، فكان عنا عملنا كرييت للداتابيز، عملنا كرييت للتابل، طبقنا مجموعة من الأوامر الكوماند SQL كوماند زي جمل السيلكت، جمل الابديت، جمل الانسرت، كله من باب حتى نراجع ونشوف كيف نكتب هاي الاوامر لتسهل علينا لما نيجي نكتب كودات البي اتش بي. طبعا الاوامر وطريقه كتابتها كلها مطلوبه منكم، لازم نكون عارفين السنتاكس كيف تنكتب هاي الكوماند، سواء كان سيلكت، ابديت، انسرت، ديليت فروم ماي سيكول. اليوم إن شاء الله راح ننشئ الداتابيز والتابل، وبعدين حنطبق الكوماند SQL كوماند كلها عن طريق PHP كود. ما حيكون عندي داتابيز عملها كرييت عن طريق ويزارد زي ما عملنا المرة الماضية، لا، كل إشي بدنا نكتب له كود حتى نعمل له كرييشن. فبداية بدنا نتعرف على الفانكشنز الأساسية اللي تستخدم حتى نربط مع قواعد البيانات، اللي بتربط لقواعد البيانات مع الويب بيجز باستخدام الـ PHP. رح نتعرف على الفانكشن، كل فانكشن كيف بتنكتب، شو البارامترز تبعونها، شو الريتيرن داتا اللي بترجعها، وبعدين نبلش ناخد كيف نكتب الأوامر أمر أمر. نبلش بأول function. أول function اسمها MySQL I underscore connect. إذن MySQL I underscore connect نفتح لها أقواس. هاي بتاخد 4 parameters. البارامتر الأول هو اسم السيرفر، البارامتر الثاني اليوزر نيم في الداتابيز، والباسورد لهذا اليوزر، وبعدين اسم الداتابيز. بالنسبة لتطبيقاتنا على الإكزام سيرفر أو الوام سيرفر، فالسيرفر نيم دائما بستعيد عنه باللوكال هوست. هو فعليا يا بحطوا سيرفر نيم، يعني إذا ما عم نحكي عن وام سيرفر ونحكي عن تطبيق فعلي، أو ممكن نحط الاي بي ادرس للسيرفر. أوكي، الاي بي ادرس تبع السيرفر. هلأ نيجي ناخذ مثال، لو بدي أجي أنا أطبقها. طبعا هاي الفانكشن لازم أعرف أول إشي متغير، بسميه connection، بسميه con، بسميه أي اسم بدي إياه. بنعرف متغير، وبعدين نيجي نحكي هذا المتغير يساوي MySQL I underscore connect، وببلش أعطيه البراميتر. بالنسبة لتطبيقنا على الوامب والإكزام سيرفر، فالسيرفر نيم اسمه local host، بنحطه بين double quotation. اليوزر نيم عنا اسمه root. اوكي، طبعا بالحياه الفعليه وبدك تطبق فعليا بشركه معينه او كذا، بدك تعتمد على اسم السيرفر الفعلي واليوزر نيم المستخدم في هذا السيرفر، اليوزر نيم تبع الداتابيز. اوكي، احنا اليوزر نيم عندنا اسمه روت في الوامب والاكزام سيرفر. بالنسبه للباسورد فهي امتي، ما في باسورد، فبنفتح كوتيشن وبنسكرهم. داتابيز لاول مره احنا مش منشئين داتابيز، بتركها بسكر هون القوس، بيكون آخر تسكيرة للقوس هون. في حال إذا في عندي داتابيز معينة وبدي أعملها أكسس، فأنا بكتب اسم الداتابيز تبعتي في الخانة الأخيرة بين دبل كوتيشن. أوكي، فلو افترضنا أنه اسم الداتابيز كان اسمها MyDB، فبحطها هون. إذا لسه مش منشئين أي قاعدة بيانات، فإحنا بنسكر القوس لحد هون. إذن باستخدام هاي الفانكشن أنا بكون وكأني فتحت على عملت كونكت ربط مع الماي سيكول، يعني زي ما فتحنا على الوام سيرفر وحكينا ستارت. أوكي، مش إحنا بس نستارت
عشان نفعل الماي سيكول. وهاي نفس الشيء، انه عملنا ستارت وبعدين رحنا على البي اتش بي ماي ادمن، كاني انا شبكت في هاي اللحظه على الاس كيو ال، شبكنا على الاس كيو ال سيرفر وعلى الداتابيز اللي اسمها ماي دي بي. طيب هاي الفانكشن شو بترجع؟ طبعا هاي ليش حطيناها جوا متغير؟ حطيناها جوا متغير لانها بترجع قيمه. شو القيم اللي بترجعها؟ هاي بترجع اما فولس، ترجع بوليان، بترجع فولس اذا الكونكشن فيل، اذا صار في عندي اي خطا معين، كنت كاتب اي اسم معين، في عندي اي مشكله وما رضي يشبك، فهي بترجع لي فولس. كلمه فولس هاي وين حتخزن؟ جوا المتغير اسمه كون. طيب اذا في حال كان السكسس كونكشن، كان في نجاح في الربط والامور تمام وربط، شو بيرجع لي؟ بيرجع لي object which present my SQL connection، بيرجع لنا object، هذا الobject يمثل الconnection تبع المايسيكول، وبرضو هذا الobject وين حيتخزن؟ يتخزن جوا متغير اسمه con. إذا أول function لازم ننفذها اللي هي نعمل connect على المايسيكول، وهي عن طريق مايسيكول connect، وهذول ثابتين استخدمهم، ثابتين بالنسبة لبرنامجنا. بعد ما ربطنا على الداتابيز بدنا نبلش ننفذ زي ما ربطنا المرة الماضية، شبكنا على الداتابيز، أنشأنا الداتابيز، أنشأنا التيبل تبعنا. أوكي، بعد ما أنشأنا الداتابيز تبعتنا بدي أروح أنفذ أوامر زي select، زي update، زي delete، زي create. فالfunction that execute the SQL queries، الكوماندز هاي بسموها query، الكوماندز بسموها queries. الفانكشن اللي بتسمح لنا نعمل connect هي الفانكشن اللي بتسمح لنا انه نعمل execute لل SQL queries query هي ايش؟ اسمها MySQL I underscore query. اوكي طيب شو البارامتر بتاخدها MySQL I؟ الان بدي ابلش انفذ اوامر بعد ما شبكنا، وبدي ابلش مثلا اول شيء اعمل create للتابل، فجملة الكرييشن هاي للتابل تعتبر كويري، جملة الابديت تعتبر كويري، جملة السلكت تعتبر كويري. كل هاي الكويريز يتم تنفيذها عن طريق MySQL I underscore query. شو البارامتر بتاخدهم؟ بتاخد two parameters، بتاخد بارامتر اللي هو الكونكشن تبعنا اللي استخدم، اللي هو اصلا هيو اللي هي الكون، بحطه هون الكونكشن كوما، والبارامتر الثاني اللي هي الكويري تبعتنا. إذا MySQL query بتاخد two parameters، الكونكشن اللي already أنشأناه هون وتم تخزينه داخل هذا المتغير، والبارامتر الثاني اللي هو MySQL query بنكون إحنا مجهزينها، جملة select، جملة update، وبحطها هون. طيب شو بترجع عنا هاي الفانكشن؟ الفانكشن MySQL query بترجع التالي حسب الكويري اللي تم تنفيذها. إذا أصلاً صار في عندي فشل وكان في فيلر في الموضوع، في فيلينج، ما في تنفيذ، في خطأ معين، فهي بترجع فولس. إذا بترجع فولس. طيب إذا كان في عندي سكسسفول، يعني كان عنا الكويري تنفذت بشكل سليم والأمور تمام، لأن حسب نوع الكويري، في بعض الكويري بترجع داتا وفي بعضها ما بترجع داتا. زي مثلا الكويري تبعت الابديت والانسرت والكرييت والديليت، هذول بيعدلوا على الداتابيز. اوكي بيعدلوا، هاي بتعمل ابديت تعديل، هاي بتعمل ادخال للبيانات، هاي بتعمل انشاء للجداول، هاي بتعمل حذف، لكن ما في اشي عم بيرجع لي، ما في ريكوردز عم ترجع، صح؟ فاذا في حال اذا كانت واحده من هذول الكويري وكانت الأمور ناجحة وتمام، فهي بترجع لي بس كلمة true. إذا فشلت الأمور بترجع لي false. إذا كانت الكويري update أو insert أو delete، فهو فعليا أنا ما عم ترجع عندي data، فهيرجع لي بس كلمة true. طيب زي جمل select، جمل select هي عبارة عن query بترجع لي records، فرجع لنا الرو حسب جملة select المطلوبة. معناته اللي هي الحالة الثالثة، إذا كان successful الكويري عنا success
وكانت الجملة زي جملة select، جملة show، جملة describe queries، هدول كلهم الجمل بيرجعوا لي records. أوكي، بالتالي في هاي الحالة ما حترجع لا false ولا بترجع true، راح ترجع لي هاي الريكوردز. الريكوردز هاي متخزينها جوا ايش؟ MySQL result objects، كلياتها بتعامل معها كأنها object واحد. فناخد مثال كيف ممكن ننفذ MySQL I query. اول اشي الكويري تبعتنا هاي بجهزها في جملة select بين double quotation عادي، فخزناها جوا متغير اسمه SQL للتسهيل فقط. ممكن أكتب هون الجملة مباشرة select all from data بيصير، والconnection بقدر أحط جملة الconnection هاي MySQL connect كلياتهم بدل connection، لكن الأسهل إني أخزنهم جوا متغيرات وأتعامل مع متغيرات. فعرفنا متغير اسمه SQL وخزنت فيه جملة select، طبعا نكتبها بنفس الصيغة اللي أخذناها في الفيديو السابق select all from data. بدي أعمل جملة delete بحكي له delete all from data. بدي أخذ جملة update بحكي له update data set id equal كذا بلا بلا إلى آخره. إذا بجهز جملة بجهز الكويري تبعتي بالفورمات أخذناها رجعناها بالفيديو السابق، وبحطها بين double quotation وبخزنها جوا متغير، أي متغير بسميه، سميه يفضل إنه إشي له دلالة فسميناه SQL. طيب هلأ الفانكشن هاي قبل أستدعيها الإشي اللي حيرجع منها المفروض يتخزن سواء كان false أو true أو كان الأوبجكت، فبنعرف متغير بنسميه result. باجي بحكي result equal MySQL query SQL I query، وببعث لها إيش الconnection variable. هذا بكون أول إشي لازم ننفذين MySQL connect. اوكي، والكونكشن بجيبه وبحطه هون. اوكي، اللي هو المتغير هذا المتغير يتم تخزينه ها هنا، وفاصله الكويري تبعتنا مين هي؟ اللي هي الاس كيو ال كوماند اللي انكتب هون، متخزن جوا هذا المتغير ونكتبها بهاي الصوره. هيك سيتم تنفيذها. اذا كانت الامور فيها خطا راح قيمه الريزلت هيتخزن فيها فالس. اذا كانت الجمله هاي مش select كان جملة update أو insert رح يرجع لي true، حتكون قيمة result true. إذا كانت زي ما احنا حاطين هون select حيروح يرجع لي كل الداتا اللي مخزنة في التابل اللي اسمه data، ويخزنها جوا المتغير اللي اسمه result كبلوك واحد. أوكي؟ زي ما حكيت لكم ممكن أحطهم أخزنهم جوا متغيرات، ممكن بهاي الطريقة الثانية بحط الكونكشن، بحط جملة الـ SQL بشكل مباشر هون. لكن إذا كان جملة الـ select field معينة وفي جملة where، حصير الأمور كثير طويلة، حيطلع عند يعني الأمور غير منظمة، يفضل إني أخزنها جوا متغيرات. أوكي؟ هلأ الـ result هاي في جملة الـ select راح ترجع لي 15 ريكورد مثلا لو كانت التابل فيه 15 ريكورد، فحيرجع لي ال 15 رو كلهم جوا الريزلت، كلهم بيرجع لي اياهم. حتى اقدر اقراهم رو باي رو، اقراهم سطر سطر رو رو، فبتلزمني فانكشن خاصه بهذا الشيء اللي هي الفانكشن رقم 3. الفانكشن رقم 3 الماي سيكوال اندرسكور فيتش اري، فيتش اندرسكور اري، MySQLi underscore fetch underscore array. هاي شو وظيفتها؟ شو بتسوي؟ هي عبارة عن function that allow to access data stored in the result returned from MySQL query. تسمح لنا إنه نعمل access للبيانات اللي رجعت بداخل الريزلت اللي رجعت معنا من تنفيذ MySQL query. حكينا انه هاي الريزلت هاي راح تحتوي مثلا على 15 رو. كيف بدي اخذ رو فيهم؟ عن طريق الفانكشن اسمها MySQLi fetch array. هلا شو البارامتر تبعها؟ البارامتر تبعها هو الريزلت تبعت MySQL query، يعني هذا المتغير الريزلت هاي. باجي بحكي له هون MySQL fetch array dollar sign result. ف لما أجي أحكي له MySQL fetch array dollar sign result بيروح يجيب لي أول
رو موجود فيها. إذن لازم أستدعيها بعدد المرات، بعدد الروز الموجودين. فلو جيت أحكي له طبعاً it، خلينا نشوف هسه هون بعدين نكمل. It fetches a result row as an associative array. The key is column name or a numeric array index from zero. طيب هلا لما تيجي ترجع لنا الداتا تبعتنا MySQL fetch array، اوكي، بترجع عندي البيانات الصف الواحد، الصف الواحد كل صف بتاخده كانه رو، كانه array. كل رو موجود عندي، مش حكينا مثلا الداتا فيها 15 رو، وين حيتخزن 15 رو؟ في الريزلت. فانا الريزلت لما امررها لماي سيكوال فيتش اري، فهاي بتحول لي كل صف في الصفوف الموجوده في الريزلت الى مصفوفه، الى اري. هاي الاري عشان اقدر اعمل اكسس للداتا اللي موجوده فيها، بدي مثلا اسم الطالب، بدي عمر الطالب، بدي الاي دي تبع الطالب، الاي دي، النيم، الايج. اسماء الكولوم هي حتكون الكي للسل، لهاي السل. عشان اعمل اكسس للايج بروح بعمل اكسس للايج عن طريق ايش؟ عن طريق النيم تبع العمود، عن طريق الايج. او ممكن اذا انا حافظهم بالترتيب وعارف الداتابيز عندي حافظها عن ظهر قلب، وعارف الرول الأول شو هو، الرول الثاني شو هو، ممكن أحكي له الكولوم الأول، سوري الكولوم الأول شو هو، الكولوم الثاني شو هو. الكولوم الأول بدي الإندكس له زيرو، الكولوم الثاني الإندكس 1، الكولوم الثالث إندكس 2، وهكذا. بس بالنيوميريك يفضل أني ما أستخدم النيوميريك أري إندكسد أري، طبعا هي تبدأ من الزيرو. يفضل أني أستخدم أتعامل معها كأسوشياتيف أري، وبستخدم الكولوم نيم لأنه بيكون دلالته أوضح، والأسماء أسهل للتذكر من الأرقام. فرضا أنا كنت مخربط بين مين جاي أول، الإيج ولا الأدرس، بروح بحكي له بعكسهم، بعطيهم إندكس مختلف، فبتصير أمور فيها خربطة. لا، بستخدم الريزلت عندي fetch row as an associative array بيكون أفضل. طبعا بالنسبة ل are case sensitive، الـ fields names are case sensitive، بدنا ننتبه أسماء الكولوم، أسماء الحقول عنا case sensitive. طيب شو بترجع عنا هاي؟ هي بترجع false إذا سوري. هلا أنا شو بتساوي هاي؟ هاي جيت أحكي له MySQL i underscore fetch array، وأعطيته الريزلت اللي جبناها من هون من MySQL query. هاي الريزلت كل مرة أنا لو عندي 15 رو، في عنا 15 رو مخزنين جوا الريزلت، عشان أقدر أجيب ال 15 رو لازم أستدعي هاي 15 مرة. بحكي له MySQL underscore fetch array result، أول مرة بكتبها رح يرجع لي أول رو، تمام؟ هرجع أول رو بكل بياناته، مثلا الـ ID 100، الاسم أحمد، العمر 25. رجعت كتبتها مرة ثانية لحاله، حينتقل إلى الرو الثاني. لو نرجع نكتب MySQL fetch array مرة أخرى حيجيب لي الرو الثاني. فرضا الرو الثاني فيه الـ ID 300، العمر، الاسم سلمى، العمر 19. فهيك رجع لي، إذا انكتبت مرتين بيرجع لي بس أول 2 رو، انكتبت ثلاث مرات بيرجع لي الثلاثة رو. كل واحدة بترجع لي إيش؟ بترجع لي الرو الأول، الرو الثاني، الرو الثالث، وهكذا. فهي شو بترجع هاي الفانكشن؟ بترجع array of strings that correspond to the fetched row. إذا كتبت، إذا وصلت لآخر row موجود عندي، ضلت أكتب MySQL MySQL لحد ما وصلت 15، المرة 16 لما أجي أكتبها ما ظلش عندي rows، على افتراض إنه الداتا فيها 15 row.
رقم 16 ما ضلش فيها داتا، فشو بيرجع لي؟ بيرجع لي فولس. اذا بيرجع فولس اذا وصل لاخر اف ار نو مور روز، اذا وصلنا لاخر ايش؟ رو عنا او الرول بعد الاخير. طيب معناته هاي لما اجي استدعيها ما بستدعيها بالهواء، كل مره بستدعيها اوكي بخزن الاشي اللي بيرجع منها داخل الرو. فالرو حاليا هاي هي عباره عن اري، لانه ماي سيكوال فيتش اري شو بترجع؟ بترجع بعطيها الريزلت، كل بترجع لي رو رو، كل رو تمثله وكانه مصفوفه الصف الواحد. في كل مره بستدعيها بترجع لي الصف، استدعيتها مره ثانيه بترجع لي الصف الثاني، استدعيتها مره ثالثه بترجع لي الصف الثالث، وهكذا. فالداتا اللي بترجعها هي بترجع لي ريكورد كامل. فالريكورد كامل عبارة عن إيش؟ عبارة عن array. باجي بخزنها جوا متغير بنعرفه مثلاً row. الرو حاليا هون هي عبارة عن array. لو شايفين هاي المثال، فرضا أنا كانت عندي الداتابيز أو التابل عندي فيه ID فيه first name فيه last name فيه age، وكان في عندي هذا row number one فيه هاي الداتا، ال ID 102 أحمد علي والعمر 25. لما أستدعي MySQL fetch array دولار ساين الريزلت، فحيرجع لي أول رو. افترضنا أنه هذا كان أول رو، وين حيتخزن هذا الرو مع البيانات وهدول البيانات؟ شايفين البيانات وكأنها مصفوفة، حيتخزن جوا دولار ساين رو. استدعيت ماي سيكول مرة ثانية، فبدي أرجع أكتب دولار ساين، هاي نسميها رو 1، دولار ساين رو 2، دولار ساين رو 3، إذا بدي أستدعي أحتفظ في كل ريكورد لحاله. فرو 1 ماي سيكول فيتش اري، الرو 2 ماي سيكول فيتش اري حيجيب لي الرو اللي بعده، الصف اللي بعده يخزنه جوا رو 2 اوكي. في حال اذا بدي اخزن كل رو في متغير منفصل، لو استخدمت نفس المتغير هون فهيعمل اوفر رايت. ففي المره الاولى حيجيب لي هاي المصفوفه، في المره الثانيه اذا استخدمت نفس المتغير واستدعيت الفانكشن بهاي الطريقة حيجيب لي الرو الثاني بالبيانات الجديدة ويخزنها جوا الرو، فحيعمل اوفر رايت لهاي البيانات. بدنا ننتبه لهاي الشغلة. طيب الآن لو جينا بدنا نطبع الاي دي اللي رجع للشخص، نشوف الاي دي او الفيرست نيم لهذا الشخص، كيف بدي اعمل اكسس لإله عشان نعمل؟ نتخيلها كأنها مصفوفة هيها، والمتغير المخزنة فيه هو اسمه رو. عشان اقدر اعمل اكسس لا ال 102 هاي بدي اطبع 102 او بدي استخدمها، جبتها من الداتابيز وبدي استخدمها، كيف بدي اطبع ال 102؟ حكينا يا بتعامل مع الرو كانها اسوشيتيف اري والكي هو الاي دي اللي هو الكولوم نيم، فبنيجي نحكي له تو اكسس اني اليمنت، يا اما بكتب له دولار ساين رو وبحكي له بين كوتيشن الاي دي فحيطبع لي 102، او بتعامل معها كانها اندكسد اري وبحكي له دورا ساين رو الزيرو فهيطبع لي الاي دي. المثال موجود هون عشان يطبع لي الاسم. عشان اطبع الاسم الاول فيرست نيم، في عندي يا اما باجي بحكي له دورا ساين رو بتعامل معها كانها اسوشيتيف اري والكي هو الكولوم نيم حطهم فيرست نيم، او بتعامل معها كانها اندكسد اري والكي هون حيكون نمبر 1. بس بتلاحظوا انه هاي اسهل استخدام الاسم، أسهل من استخدام الأرقام، لأنه أنا ممكن أخربط. طب مين حطينا إحنا بالأول، الإيج ولا اللاست نيم، يعني ترتيبهم، فبده يكون واحد يكون عنده يعني يا بترجع للداتابيز تشوف شو الترتيبهم، يا يعني ما بتكون أنت حافظ مزبوط الأسماء الكي وترتيب ترتيب الكولومز. طيب الفانكشن الأخيرة إنه بعد ما نخلص من الداتابيز إحنا واستخدامها، أو عشان لما يطلع من ال PHP scripts يعمل disconnect من ال MySQL، ما في داعي يضل فاتح connection أوكي، لأنه هذا بيعمل استهلاك، يضل عندي ال connection فاتحة، وكل صفحة لو بدها تفتح connection وتخليه فاتح بصير عنا الوضع مش مزبوط. لذلك لازم مباشرة بعد ما نخلص كل شغلنا آخر كود بيكون هو تسكيرت إيش الداتابيز كونكشن، لازم أسكر الداتابيز
connection، بعمل له disconnect from MySQL database. كيف نسكر الداتابيز؟ عن طريق أو نعمل close للconnection، disconnect للconnection مع الداتابيز عن طريق MySQL I underscore close، وبعطيه اسم الconnection اللي already فتحنا. كمثال MySQL I underscore close اسم الconnection أو الconnection تبعنا وين تخزن؟ تخزن جوا متغير الاسمه con dollar sign con. أوكي؟ هاد كل إشي بالنسبة لهاي ال functions. طيب بدي تحملون المرة هاي، بدي أخلي عشان تكون أفكارنا متتالية. أوكي، فراح أكمل لساعة ممكن، أو إذا بتحبوا أفصلهم بـ2 فيديوز. خلاص بفصلهم 2 فيديوز بس بنزلهم نفس المحاضرة. يعطيكم العافية، وبالفيديو الثاني راح نبلش بعمل create للتابل وللداتابيز تبعتنا. Thank you.